على وقع ما يصفه الثوار بمناورات والاعيب من جانب الرئيس على عبد الله صالح ونظامه، تتواصل المظاهرات في اليمن ليل نهار. في الرفض والاحتجاج يتساوى الجنوب والشمال والنساء والرجال، الكل يشارك كما يقول الثوار الذين يقطعون باحتجاجاتهم جمعة وراء اخرى، وهم واثقون من اقتراب الخلاص بما يصفونه الظلم والفساد والديكتاتورية، ثلاثي المصائب التي حلت بالبلاد لاكثر من 3 عقود. ويقول الثوار ان التغيير في اليمن لن ياتي بالحوارات والمفاوضات والمبادرات، ولكن بحراك الشارع وتصعيد الاحتجاجات المتواصلة منذ اكثر من 10 شهور. الثوار طالبوا المجتمع الدولي الذي وصفوه بالمتراخي تجاه صالح بنزع الشرعية عن نظامه، واتخاذ اجراءات على غرار ما اتخذ تجاه نظام الرئيس السوري بشار الاسد من تجميد للارصدة وحظر للسفر. وزادوا على ذلك المطالبة بتقديم صالح لمحكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية، هو واركان نظامه اقلها في نظرهم قتل المئات من رفاقهم في ساحات التغيير. وابدى المتظاهرون دهشتهم من مواقف بعض الدول العربية التي تدعم صالح ونظامه، مطالبين العرب بمساندة الشعب الباقي وليس النظام الزائل حسب تعبيرهم. وكان نهار الجمعة قد شهد مظاهرات حشيدة ضد صالح ونظامه تحت شعار وما النصر الا من عند الله، التي اكد خلالها المحتجون ان المنازلة ستحسم في الشارع وليس في اروقة الساسة المغلقة. اخر مناورات الرئيس حسب الثوار امهال احزاب المعارضة المنضوية تحت لافتة اللقاء المشترك 3 ايام للاتفاق حول آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية. ووفقا لهذه المبادرة الجديدة فان صالح سيتنازل عن صلاحيات اضافية لنائبه عبد رب منصور هادي، تشمل دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات رئاسية مبكرة واصدار قرار تكليف لرئيس وزراء جديد. وقد ابدى الثوار رفضهم لهذه المبادرة الجديدة مذكرين الجميع برفضهم للمبادرة الخليجية ذاتها. بين شارع يزداد غضبا وتحركات سياسية لا تقترب من مواقف الثوار، يبدو المشهد اليمني مرشحا لماراثون طويل من الصراع والاضطراب وربما الفوضى.